ونسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلدنا من الحزبيات. الحزبيات نار حمراء، الحزبيات نار حمراء. أسألكم أيها المستمعون وأيها المصلون، أليس الحزب الشيوعي الاشتراكي يؤهب نفسه للوجوب على السلطة؟ أليس الحزب البعثي الاشتراكي يؤهب نفسه للوجوب على السلطة؟ أليس الحزب الناصري يؤهب نفسه للوجوب على السلطة؟ أليس الشيعة يؤهبون أنفسهم للوجوب على السلطة؟ وبعدها صراع بين الحزبيات وقتل وقتال، كلما فاز حزب نام الحزب الآخر، نام الحزب الآخر لتدميره، ويبقى اليمن في صراع. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد أن هذا منكر، فنسألك يا الله أن تزيله، فإننا قد عجزنا عن إزالته، قد عجزنا يا ربي عن إزالته. نسألك يا الله أن تزيله، وأن تحفظ بلدنا من الدمار، وتحفظ بلدنا من الفتن. نعم، نصحنا إخواننا المسلمين وخصوصا إخواننا أهل السنة أن يبتعدوا عن هذه التصويتات وعن هذه الانتخابات وعن قبول الدستور أو الذهاب إلى الدوائر لرافضه. نصحناهم بهذا لأننا لسنا نتنافس على الكراسي، فالكراسي عندنا